السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وقبل كل شيء نقول إن لله وإنا إليه راجعون. نعزي ليس فقط أهل الطفل ريان وإنما الأمة الإسلامية جمعاء على هذه الفاجعة. وأنا درت الفيديو هذا نط على الصباح، لقيت تعليق، كنت منزلة فيديو قبل يوم عن ريان، لقيت تعليق صدمني، تعليق: أين الله؟ ماذا يشتغل؟ لماذا عذبه لعدة أيام ولم يرحمه ثم لم يشفع لدعاء كل البشرية بإنقاذه؟ كل الناس حاولوا وتمنوا له النجاة إلا هذا الله الذي لا يبالي. استغفر الله العلي العظيم. ألم تكن دعوة واحدة مستجابة؟ ببساطة هو غير موجود، وإذا كان موجودا فلا يستحق الالتفات إليه. استغفر الله العلي العظيم من كل ذنب عظيم. هذا واضح أنه إنسان ملحد مرتد خارج عن الملة أصلا، وغبي لأنه ما يفكرش حتى بالمنطق. لو كان يفكر بالمنطق فقط كان جاوب نفسه، يعني بعيدا حتى على الدين. فسأحاول الرد عليه. ردي عليك يا أخي، أقول لك: كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فأقول لك يا أخي ريان، في جنة الخلد التي لن تنعم أنت فيها بإذن الله، ريان ملاك طاهر لن يحاسب على أخطائه لأنه لا يعي ما فعل، لذلك فهو في الجنة بإذن الله، فهو طير من طيور الجنة. يعني ربي ما عذبوش، بالعكس ربي ما الله لم يكره، الله أحبه لأنه سينعم في جنان الخلد، ينتقل من الحياة الدنيا إلى جنة النعيم. موت ريان هو ابتلاء يا أخي وليس شر، هو ابتلاء لوالديه ليختبرهم الله سبحانه وتعالى على الصبر. الدنيا يا أخي امتحان، والله جعل الابتلاء لعباده، وقال: وبشر الصابرين. بشرهم بالجنة وبشرهم بالنعيم. والإنسان في هذه الدنيا مسير وليس مخير. أنت في ظنك أن الله ظلم ريان، وهذا قمة البهتان في حق الله تبارك وتعالى، وهو القائل: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. والله يا أخي لا يظلم، الله اسمه الحق، يؤتي كل ذي حق حقه، فأعمالك هي التي ستحدد مصيرك، إما الجنة وإما النار. وأنت تقول: لماذا الله لم يستجب لكل هذا الدعاء من الناس وعذب الطفل؟ أقول لك يا أخي، الدعاء ليس كل الدعاء يستجاب، وليس كل دعاء يستجاب في لحظته، فهناك أدعية لا تقبل، هناك دعاء مؤجل، ممكن أن الله سبحانه وتعالى لا يستجيب لدعائك ويؤجله، ربما يؤجله إلى ظرف آخر، لأن هناك دعوات مؤجلة لا تقبل في الحين، لكن ممكن الله سبحانه وتعالى يأجلها لظرف آخر، ممكن يعوضك في ظرف آخر غير هذا. وكما قلت منذ قليل، فالإنسان مسير وليس مخير. لو كان الإنسان مخير لاختار كل ما هو جميل وكل ما أحبه في هذه الدنيا وكل ما يفضله وفاز بالدنيا قبل الحساب. ولو كانت كل الدعوات مستجابة لتحكم الإنسان في هذا الكون وأصبح هو المسير. يعني تعكست الآية على حسب كلامك أنت، فحسب تفكيرك. لو هناك من هو مريض ندعو الله يشفى مباشرة، لو هناك حضرت الساعة وحضر الموت ندعو الله فلا يموت أي شخص أو أي
أو لا يمرض أي إنسان في هذا الكون، يعني ستكون الدنيا كلها إيجابيات ولا يوجد في حياتنا أشياء سلبية. يعني أصبحت الدنيا هكذا ليست امتحان، أصبحت الدنيا مسيرة من طرف الإنسان، وأصبح هناك نكر لوجود الله سبحانه وتعالى كما تنكره أنت. وقد أخبرنا الله عز وجل أن ما في الدنيا لا يدوم لأصحابه، قال تعالى: وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فنحن يا أخي أمانة الله في أرضه، يستخلف الله الإنسان في الحياة لمدة محدودة وأجل معلوم، فيبين فيها المؤمن من الكافر والمطيع من العاصي، حتى يكون الجزاء في الآخرة على ما قدم الإنسان من عمل في الدنيا. ألم تر إلى الذي خلقك وأخرجك إلى الدنيا وأنت لا تملك شيئا، ثم وهب لك ما شاء من الأموال والأولاد والعلم والمنصب، ثم يسترد بالموت كل الودائع وتخرج من الدنيا كما دخلت إليها. قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فوجود القوي والضعيف والغني والفقير والصحيح والسقيم في المجتمع يا أخي ليس من باب الظلم، وإنما هو من باب الحكمة التي أرادها الله في اختبار عباده. قال تعالى: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم، إنه محط ابتلاء للناس من يشكر ومن يكفر، ومن يحسن ومن يسيء، من يرحم ومن يظلم، ثم يكون الحساب بعد ذلك. فأنت يا أخي تعيش في فوضى فكرية وقلق نفسي، فأنت لا تدري من أوجدك ولماذا وجدت، ثم ما هي غايتك في الحياة وما هو مصيرك بعد ذلك. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فأنت وأمثالك للأسف تتحدثون عن الخالق وكأنكم تحاسبونه، ونسيتم أنكم أنتم المحاسبون. تتحدثون عن الخالق العظيم وتسألون لماذا فعل هذا ولماذا لم يفعل ذلك، ونسيتم أنكم لا تساوون ذرة من هذا الكون الهائل الذي خلقه الله. تتحدثون عن القوي ونسيتم أنكم الضعفاء. تتحدثون عن الغني ونسيتم أنكم الفقراء. تتحدثون عن من هو غني عنكم وأنتم الفقراء إليه، وتقولون لماذا وكأنكم أنتم السائلون مع أنكم أنتم المسؤولون. اعلم أخي الكريم، أنت وأمثالك، أننا نحن الفقراء إلى الله وهو الغني الحميد، نحن الضعفاء وهو القوي المتين، نحن المذنبون وهو الغفار، نحن الظالمون وهو الرحمن الرحيم. وفي الأخير أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي الأخير أحبائي أقول لكم أنني حاولت الاجتهاد في الرد عليه، وحاولت التكلم باللغة العربية حتى يفهم ربما يمر عليه هذا الفيديو أو لا، أو يفهم غيره، وأتمنى أن أكون قد أعطيت